لمناسبة توقيع كتاب In Search of a Prophet للكاتب بول شاندلر، وأحياء لذكرى المبدع جبران خليل جبران، نظمت السفارة اللبنانية على رأس السفير رامي مرتضى بلندن احتفال ثقافي حضروا حشد من أبناء الجالية اللبنانية بالإضافة إلى عدد من الأجانب بكنيسة القديس جيمس. I thought the event was absolutely amazing. I mean, East and West come together celebrating the life and times of Khalil Gibran, a much respected and loved spiritual person from all those years ago, and only becoming more and more famous as the ages get even more difficult. We cling to those who are spiritual and offer us guidance and wisdom from all the ages. بعتقد هيدا ايفنت كتير مهم لانه شخصية جبران خليل جبران شخصية تاريخية مهمة جدا. ومننا منتعلم نحن والأجيال يلي القادمة وكل كتبه كل بني آدم بتعلم شيء منها من خلال أعماله يوصل المسج للعالم كله والأوروبا وأمريكا والغرب فشيء مهم جدا وأنا فخورة أنه أكون هون اليوم وبتمنى يكون في أكتر من هذه الأبنس بلندن. خلال الاحتفال كلمات عدة من بين للكاتب شاندلر تحدث فيها عن محطات مصيرية بحياة المبدع جبران عارضا أهمية أعماله لوقع فنان من لبنان. نحن في لبنان نرى في جبران مثالا للبناني، هو يمثل القيم الحقيقية التي بني عليها لبنان والتي أهداها لبنان لهذا العالم، وهي قيم التسامح والانفتاح والمحبة والصعود فوق الخلافات وفوق الانقسامات، وهذه هي رسالة لبنان في الداخل وفي الخارج التي يبعث بها إلى الخارج عن طريق جالياته المنتشرة في كل العالم. It's really great to be here. We're here at St. James Church Piccadilly and it was a celebration of Khalil Gibran. It was done and co-hosted by the Embassy of Lebanon. And it was around the book release of my new book, which is titled In Search of a Prophet, A Spiritual Journey with Khalil Gibran. كما كان هناك وقفة فنية مع تأدية لأهم قصايد جبران ليتم توقيع الكتاب بالختام. The event tonight was absolutely wonderful. I'm so happy that I was here to learn about Gibran, as I'm sure there were many people in the audience who didn't know much about his work or his message. So it was a good introduction or a reminder of what he stands for and all of his different works and how easily it can be put to music. And it was just a wonderful experience in general. جبران خليل جبران مش معروف بس على مستوى الوطن العربي، صار معروف على مستوى العالم. كل سنة، كل شهر، كل أسبوع، كل يوم في إيفنت. بأمريكا ببريطانيا بأي منطقة بالعالم بلبنان عن جبران خليل جبران وهيدا بدل أنه جبران خليل جبران إنسان شخص خالد بفكره بكتبه بأدبه وبدل أكيد أنه لبنان يعني رغم كل المرحلة الصعبة اللي عم بمر فيها وكل الأشياء اللي عم بتصير الصعبة بدل أنه لبنان قادر يعطي ناس وكفاءات على هالمستوى العالمي